الله أكبر 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 الحمد لله الرحيم الغفار المرجو ثوابه العزيز الجبار المخشي عذابه المتكبر القهار المرهوب عقابه الجواد الكريم الذي شمل العالمين إنعامه وعم جميع المخلوقين إكرامه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الموصوف بالخلق العظيم والرحمة بالمؤمنين والرفق واللين فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وأصحابه ما لاح هلال وأنور وطلع الصبح وأسفر أما بعد فيا عباد الله ها قد ترحلت أيام رمضان ولياليه تلك الأيام الغر والليالي الزهر بعد أن سعدنا بصيامه وتمتعنا بقيامه وانشرحت صدورنا بذكر الله عز وجل فيه ودعائه واستغفاره وتلاوة كتابه يرحل عنا رمضان بحسرة هجرنا للمساجد مرغمين هذا العام يرحل عنا رمضان بأسف ابتعادنا مجبرين عن بعضنا البعض يرحل عنا رمضان بدمعة من يفقد عزيزا عليه يسافر عنه بعيدا إذا بكت العيون على عزيز فشهر الصوم أولى بالبكاء قد كنا فيه في أرغد عيش وكان الوقت منا في هناء وكنا فيه للقرآن نتلو ونرجو العفو من رب السماء ففارقنا وودعنا سريعا وأفضى للرحيل والانتهاء وركعات القيام عليه تبكي لفقد صلاتها بعد العشاء فلا أوحشتنا يا شهر فضل فقد أوحشتنا بالانقضاء ولا أوحشتنا يا شهر خير ففيك الخير منهل السخاء فلا تشكو لربك ما فعلنا من الآثام مع قبح اشتراء فإنا قد فعلنا كل ذنب تعالى في التصعد كالسماء وصل إله الناس ربي على طه إمام الأنبياء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لكن العيد يأتي بزهوه وبهجته وأنسه وفرحته ليمسح عنا دمعة فراق رمضان فهو تحفة للصائمين ومكرمة للمتعبدين وسرور للمحسنين وقد قال الله تعالى ممتنا علينا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن العيد لمن أجمل المظاهر التي امتن الله بها على عباده فاحرصوا على صفاء النفوس وتصفيتها من الضغائن والشحناء حتى يغفر الله لكم وكونوا فيه من أهل العفو والصفح والتجاوز وتغافلوا عن العثرات والهفوات وأظهروا الألفة والتآلف واجتنبوا الفرقة وأسبابها وابتعدوا عن الخصومات والمنازعات فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا فلنستغل فرصة العيد لدعوة الناس للتصالح والتصافح والتسامح مصداقا لقول الله عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين
نفعني الله وإياكم بما سمعتم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله معيد الجمع والأعياد ومبيد الأمم والأجناد وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، والصلاة والسلام على عبده ورسوله المفضل على جميع العباد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والتناد. أما بعد، فيا عباد الله، اشكروا ربكم على ما أنعم به عليكم من إتمام الصيام والقيام، فإن ذلك لمن أكبر النعم، واسألوه أن يتقبل منكم ويتجاوز عما حصل من التفريط والتقصير، فإنه تعالى أكرم الأكرمين، فإنه تعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. واعلموا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وتفسير ذلك أن صيام رمضان يقابل في الثواب 10 أشهر، وصيام ست من شوال يقابل شهرين، فذلك تمام صيام الدهر الذي هو العام كاملا. ولا يجب صيام الست من أول الشهر ولا متتابعة، فمن بادر إلى صيامها وتابعها فهو أفضل، ومن أخرها أو فرقها فلا جناح عليه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أيتها النساء، لقد وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء في صلاة العيد بعد الرجال، واقتداء به صلى الله عليه وسلم أقول واعظا لكن: اتقين الله بحفظ حدوده والعمل بأوامره واجتناب ما نهى عنه وزجر، وقمن بحقوق أزواجكن وأولادكن من أبناء وبنات، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أيتها النساء، أكثرن الصدقة وزدن الإنفاق في سبيل الله، وأكثرن الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين، وابتعدن عن مقابلة إحسان الأزواج لكن بالجحود وعدم الشكران، فإن طاعة الأزواج من طاعة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأجدادنا وجميع أهلنا وقرابتنا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، وجنبهم القتل والاقتتال، وأزل عنهم الخوف والجوع والدمار، وأعذنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين لما يرضيك، فإن من أوكد الواجبات الشرعية الدعاء لهم بالصلاح والفلاح، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد صح في الأثر أن السماء لتمسك عن الغيث، وأن الأرض لتمسك عن النبت، حتى يدعو الناس لولاة أمورهم بإقامة العدل كي يعم الخير. فارفعوا أكف الضراعة لله عز وجل أن يعين ولاة أمورنا على إقامة العدل وإزالة الظلم والبغي والعدوان. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه وأحيا ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فغفرت له ما تقدم من ذنبه، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. تقبل الله منا ومنكم، وهنيئا لنا جميعا في وطننا الجزائر وفي جميع أوطان المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها عيد الفطر السعيد، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله.